يقولوا لاسيو شنا كيفاش الدور الايطالي الدرجه الاولى سيري اي كما نتكلموا حنايا، والجوله 13 وين كانت ساسولو، وين المباراه اللي كانت المباراه كانت صعبه، المباراه اللي كانت صعب التكهن بها من يفوز. وين شنا لازيو في الشوط، شنا في الشوط الاول في شنا زوج اهداف في الشوط الاول، شنا هدف في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول من عن طريق ساسولو بعد ما لاسيو كان فائز في الدقيقه 34، وين وين اللعاب شيرو اللي سجل في الدقيقه 34، شنا فرانسيسكو اللي سجل في الدقيقه 45 في الشوط الاول. يعني المباراه وين كانت التشكيله تاع ساسولو اللي دخل بطريقه نقولوا باللي لعب بربعة 3-3، المدرب روبرتو شنا كيفاش تاع ساسولو، شنا التشكيله تاع لاسيو اللي دخل ب3-5-2، وين المدرب سيموني وين دار المستحيل من اجل خاصه في الشوط الاول بعد ما كان منهزم، شنا كيفاش تعدل النتيجه بعد 11 دقيقه وين عدلوا النتيجه. شنا فيدريكو الذي اضاع الهدف في الدقيقه 16، وين فيدريكو فاني كذلك وين في بدايه الشوط الثاني في الدقيقه 53 وين ضيع هدف، وين فاني فرانسيسكو ما ننساوش فرانسيسكو اللي لعب دور كبير من اجل تعديل النتيجه. شنا لويتشي من جانب لاسيو اللي فانيك وين شنا كيفاش في الدقيقه 24 في الشوط الثاني في نهايه الشوط بعد قبل ما يعدلوا النتيجه تاع ساسولو، وين شنا كيفاش اضاع الهدف لويز فيليبي كذلك راموس، لويز فيليبي راموس اللي ضيع هدف كذلك، هدف اللي كان من نقولوا بلي في الوقت في 63 وين ضيع هدف محقق كذلك. كانت المباراه وين نقولوا المباراه اللي كانت منحصره في وسط الميدان ما بين خاصه روبرتو المدرب تاع ساسولو، سيموني المدرب تاع لاسيو، اللي كل واحد واستعمل الحيلات تاعو، كل واحد واستعمل التغييرات اللي دارهم، تغيير في الخطه وين شنا كيفاش التشكيله تاع ساسولو اللي لعب نقولوا باللي لعب في الشوط الثاني دخل لعب ب 4-4-2، وشنا كيفاش التشكيله تاع لاسيو اللي لعب ب 4-5-1 في الشوط الثاني. يعني والهجمات المعاكسه اللي كانت خطيره من لاسيو على ساسولو، يعني المباراه اللي مباراه في الدور الايطالي وين رانا نشاهدوا اهداف كثيره، كل مباراه نشوفوا فيها اهداف، كل مباراه وين النيفو كيما نقولوا احنا الريتم تاع المباراه يجي راه في تصاعد، في مرحله تصاعديه خاصه البطوله الايطاليه. شوف كيفاش لويز فيليبي راموس اللي اضاع كذلك الهدف في الدقيقه 69، شوف 69 وين ضيع هدف محقق. شنا كيفاش فيدريكو الذي اضاع كذلك في شوف 65 وين ضيع هدف من جانب ساسولو. هذه المباراه اللي تبقى مباراه نقولوا مباراه تاع ما بين ساسولو ولاسيو، مباراة اللي تبقى صعبة، شنا كيفاش كانت صعبة على الفريقين خاصة، وين شنا كيفاش نقولوا باللي روبرتو المدرب تاع ساسولو التغييرات اللي دارهم تغييرات، وين تشوف خرج مدافع وخرج زوج خط وسط ميدان، خرج واحد مهاجم ودخل زوج خط وسط ميدان من اجل الحفاظ على من اجل كسب خط وسط ميدان وبناء الهجمات من خط وسط الميدان. هذه هي المباراه، مباراه اللي شنا ساسولو لاسيو الدور الايطالي درجه الاولى سيري اي في الجوله 13. صحيح.